تفضل يا حسين باشا. خلق العكره دي انا شفتها فين قبل كده؟ دي كاميليا مراتك يا حسين. ازيك يا حسين كاميليا؟ مفاجأة مش كده؟ دي مفاجأة جميلة. لا ابوس ايدك يا حسين، اوعى تشرب كوباية الشاي بالصوت يا حسين. ودي ايه يا كاميليا؟ هو ده وقته؟ اشرب اشرب يا باشا براحتك. لا يا حسين من غير صوت يا حسين، اسكت انت مش فاهمه حاجه. لا فاهمه بقى، مش وقت اتيكيت دلوقتي، ده انت هرياني في المكتب. صنافور بيشرب طول النهار، سيبي الراجل يشرب براحته. اشرب اشرب بصوت يا استاذ بشار. ابوس ايدك. لا بلاش صوت يا حسين. ولما انت خايفه كده ايه اللي وداكي المظاهرات يا كاميليا؟ انا قلت لها بلاش مظاهرات ووقفات يا كاميليا. ساعات بيبقى فيه طرف ثالث مندس بيبوظ العلاقه الجميله بين الشرطه والشعب. انا عملت اخلصي. حاضر يا حسين. تروحي المظاهرات يا كاميليا وما تعمليش لجوزك عمود الاكل بتاعه بتاع كل يوم. اخص عليكي يا كاميليا، اخص عليكي. ازاي؟ انا قلت لها يا فندم كتير 100 مره، قلت لها اوعي يا كاميليا تنزلي معايا في اي شغل غير لما تخلصي عمود الاكل بتاع حسين باشا. اخرس. حاضر يا باشا. اتغدى ايه النهارده انا بقى؟ يا خبر ابيض يا فندم، ده انت تؤمر. انت بس خرجنا من هنا ده انا هعمل لك قهوه بيضاء وبيض كتير تنور شارع جامعه الدول العربيه كله. بجد؟ ايوه. ثانيه واحده، وتعملي عكاوي؟ يا خبر. بص حضرتك، هو انا مش بعرف اعمل عكاوي، بس انا ممكن اشوف حد يعملها. حط جوز التيف بقى. يا خبر ابيض. اخرسي خالص. يا بتاعت زوجه مفروسه. ها قوي يا كاميليا، قوي قوي. ده انا بعزك عز. ماشي عسكري نبيل. امرك يا باشا. خد الاتنين دول وانزل بيهم الحجز وروقهم. حجز لا يا حسين والنبي، حجز لا يا حسين. يا نهار اسود والمرمطوكي، قلم ده ولا فيش؟ يتروقوا بقى. لا اتحايلوا عليا اتأخر. اخلصوا. زي ما قلت لك يتنفضوا، خصوصا دي. ده طلع بعزين انا. ياما رجعلي من الاسم يا هانم. ده بدل ما تقولي حمد لله على السلامة. ادي اخرة مأموريات في جورنال يا ست البيت، مراتي بقت سوابق. في ايه يا علي؟ كنت في الشغل والحمد لله جت سليمة. كنت في الشغل؟ وايه اللي في وشك ده؟ ختم النجاح وسام الكفاءة. لا ده اسمه ضريبة العمل. وبعدين عادي يعني، بتحصل. ممكن اي صحفي في اي ميدان يتعرض لأي إصابة. إصابة ليه يعني؟ متجوز رمضان صبحي؟ وبعدين عمل لك إيه يعني ظهورك في التلفزيون؟ ولا حاجة. ليه ليه ليه؟ خد قروش قروش ليه يا علي؟ أنت هتطبخي بيهم بعد كده؟ لا لا هرميهم، امسك بس. ماشي خلي على الأرض. مامي مامي باي الصبح حبايبي. إيف ياه، إيه اللي عمل فيكي كده؟ مفيش حاجة، معلش أعمل إيه؟ يا مامي حاسبي في حاجات بتتنطر منك. حاجات سودة صغيرة كده، هي مش نمل بس هي قرصتها وحشة قوي. قرصتها وحشة ومش نمل، دي أكيد برغيت يا مامي. برغيت؟ يا لا لا لا، دي شكلها صراصير. يا صراصير.
هروشي هروشي جامد جامد هروشي هروشي يا هروشي يا ماما القرف ده هروشي كويس يا مي يا مي انا مش قلت لك تستحمي حاضر هستحمى يا سوليا قدامي قدامي حاضر هستحمى يلا يا ايه الولية اللي انا متجوزها دي يما انا جرى لي ايه انا كده انا لوتة كده تسيبيني لوحدي بقى بعد الحب والعشرة اللي عمري ما حبيتهم لك خالص دول تسيبيني كده ألون ما أثرتش فيك التضحيات اللي أنا ضحيتها عشانك الإنجليش اللي كنت بتعلمه ده ووصلت فيه الليفل 1 كان عشان خاطر مين؟ مش عشان أشرفك الفلقة بتاعت راسي دي يا منالوت فاكراها؟ فاكراها؟ كنت بعملها ليه؟ مش عشانك يعني أنا كنت مبسوط بيها مثلاً في الآخر سبتيني ورحت تعملي إيه؟ رحت تعملي إيه يعني؟ رحت تشتغلي في قناة غربية دوبلاج كرتون رجعت لأصلك كرتون يا منالوتا كرتون ردي عليا ما بترديش عليا ليه؟ ردي عليا ردي عليا ردي عليا ما ترديش ليه؟ هلاقي فين تاني في حلاوتك ولا في جمالك؟ عارفه انت ليه ما بترديش عشان انت اصلا صوره انت اصلا صوره انت صوره يا منالوتا صوره انا اسف انا اسف انا اسف ما تزعليش مني خلاص هجيب لك حاجه تشربيها يقطع البرد وسنين انا هسيبك دلوقتي وراح اخد حبايتين كونجستان بعد اذنك بابي هو انت بردان ولا ايه سلام يا اخوي دمك خفيف قوي اسمعوا لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول انا هحرمكم من المصروف وهديكم بالجزمه 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 ده اسمه ظلم ايوه ده ظلم احنا في بيت ديمقراطي بيت يا اخويا ديمقراطي مين قال لك كده انا عارف كده وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك ايوه بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا اوعى يالا اوعى هتطرف عينيا احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش ايه ده الماتش بدا يا خساره كنت عايزه اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم بس مش مهم الماتش اهم أيوة اهم اهلي اهلي بلاش شغل الاهلاويه ده هتقعدي تشوشري عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخديني توكه يا سلام هو انت بتلعب معاهم وانا مش واخده بالي ولا ايه الريبورتاج بتاعك اهم اهلي اهلي يا ولد يا ولد يا ولد جون 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 يا رجاء جون ايه ايه خلاص ما انا عارفه انه جون 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 ايه الحكايه يعني سمعت الزيطه بره والهيصه عرفت ان الاهلي جاب جون انا عارفه انه جاب زفت جون لكن ايه ده انت ازاي دخلت البيت وانت لابس الجزمه انا منظفه سجاجيد اسمك ايه دلوقتي انا داخل سمعت زيطه بره وهيصه عرفت ان الاهلي جاب جون الاهلي طب وانا مالي الاهلي يجيب جون وانا يتحرق دمي وانظف البيت من اول وجديد انا عارف انك انت مستعده تموتي نفسك وتنظفي البيت وتمسحي البيت بس الزمالك يكسب مره صح يا سلام يعني انتوا تجيبوا جوان وتفرحوا وتهللوا وانا اتهد حيلي وانظف سجاجيد من اول وجديد أنا عارف إنك أنت من جمعية سنظل أوفياء والزمالك قادم إيه ده؟ أنا ما أعرفش إنهم قادمون بسرعة كده أما أشوف مين على الباب بعد ما تقدم